أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من ساعة حرة، وفيها نناقش مؤتمر سوتشي في شأن الأزمة السورية. إلى أي مدى نجح هذا المؤتمر فيما طمحت إليه روسيا، أم أنه ولد ميتا كما يقول معارضون سوريون من الذين قاطعوه؟ فأذهب مباشرة إلى سوتشي، وهناك موفد الحرة علام صبيحات ليطلعنا على آخر الأجواء في المؤتمر. علام، كان هناك خلاف في شأن اللجنة الدستورية، طبعا طبعنا النص على ذلك في مسودة البيان الختامي، ولكن يبدو أن تلاوته قد تأخرت بسبب هذا الخلاف. ما آخر الأجواء لديك؟ بالتأكيد حسين، نعم، كان هذا أحد أو هو كان أبرز الملفات الخلافية بين المجتمعين. الخلافات الرئيسية حسين هي أولا بين الجانب التركي وبين الجانب الروسي على وجه التحديد. بين الجانب التركي نتحدث أيضا عن المعارضة المحسوبة على تركيا أو المدعومة من أنقرة على أقل تقدير، نتحدث عن الهيئة العليا للمفاوضات وعن الفصائل المسلحة التي تشارك في اجتماعات أستانا. الخلاف يشمل أولا فكرة إنشاء لجنة دستورية، الأعضاء الذين سيشاركون في هذه اللجنة الدستورية، وثانيا الخلاف حول هل هي صياغة دستور جديد من الصفر إلى لسوريا أو تعديل الدستور القائم حاليا للبلاد. هذه أيضا كانت أبرز الملفات الخلافية. ملف خلاف آخر كان من يمثل الأكراد في المفاوضات، سواء في يعني في جنيف أو في أستانا أو في سوتشي. تركيا أو الجانب التركي والمعارضة المحسوبة عليها تقول إن الوحدات الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا ممثلين ولو بشكل جزئي وثانوي للأكراد في سوريا، وهذا أيضا كان أحد الخلافات الرئيسية في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى ملف عدم الاتفاق على تحديد الإرهاب. يعني موضوع الإرهاب أيضا كان أحد أبرز نقاط الخلاف بين المجتمعين، خاصة وأن الجانب التركي أو المعارضة أيضا المحسوبة على تركيا تقول إن الكثير من الفصائل المسلحة المحسوبة عليها والمحسوبة تحت إطار الجيش السوري الحر محسوبة من وجهة نظر روسيا ومن وجهة نظر النظام السوري الذي تدعمه روسيا هي كمنظمات إرهابية، وبالتالي هذا أيضا أحد أبرز النقاط الخلافية. نقاط خلافية أخرى كانت قائمة في المؤتمر يعني منذ لحظة الانطلاق يوم أمس وحتى الآن، كانت هناك الكثير من الخلافات بين الجانبين، وأدت إلى غياب المعارضة الرئيسية سواء الهيئة العليا للمفاوضات أو المعارضة الفصائل المسلحة، وكان هذا أبرز المحطات الخلافية أو أبرز الأسباب التي أدت إلى إضعاف هذا المؤتمر أو هذا يعني هذه الجلسات بشكل كبير. ما المنتظر الآن يعني خفض السقف بشكل كبير في سوتشي الآن، ما الذي تنتظرونه حاليا؟ نحن قبل قليل فقط، قبل دقائق فقط حسين، بدأ تلاوة البيان الختامي. المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا بدأ بتلاوة البيان الختامي، بالإضافة إلى رئيس المجلس رئيس المؤتمر اليوم قرأوا البيان الختامي. كانت هناك عموميات بشكل عام، هذا يعني أن المؤتمر في سوتشي في هذه المرحلة قد انتهى، قد أعلنت نهايته. ربما في الفترات المقبلة في الفترة المقبلة تكون هناك مراحل أو خطوات أخرى لاجتماعات سوتشي 2 ربما أو سوتشي 3، وهذا يتوقف على طبيعة المفاوضات أو طبيعة المحادثات التي ستجري بين العموم السوري المشارك في هذا المؤتمر. بشكل عام وباختصار حسين، روسيا بدأت تتحدث الآن عن أن المؤتمر مؤتمر سوتشي هنا اليوم هو مجرد بداية، خطوة أولى فقط على طريق طويل، ويعني تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى يعني حل الخلافات الداخلية المجتمعية في داخل تركيبة المجتمع السوري، وهي خطوة أولى فقط تتبعها خطوات، والطريق مضني، وهذا ما بدأ يتحدث عنه الجانب الروسي حتى الرسمي الروسي حسين. علام صبيحات موفد الحرة إلى سوتشي، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوف هذه الحلقة من ساعة حرة وهم معنا من واشنطن. أرحب بالسيدة إيفلين فاركاس، المساعدة السابقة لنائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا. أهلا بك يا سيدة فاركاس، ننتظر أن ينضم إلينا من موسكو في وقت
لاحق الدكتور ليونيد سوكيانين الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، وهنا في الاستوديو رحب بمحمد العبد الله الناشط الحقوق السوري. أهلا بكم جميعا. سيد محمد، يقول وزير الخارجية الروسي أن المؤتمر نجح، مؤتمر سوتشي، هل نجح في ماذا في تقديرك؟ لم ينجح سوتشي إلا في جمع العديد من الشخصيات السورية في مدينة واحدة. معظم هذه الشخصيات السورية لم تكن أصلا معارضة، يعني 1300 شخص انطلقوا من دمشق، وكان هناك فيديوهات توضح رحلتهم. مؤتمر سوتشي ولد ميتا، لم يلد ميتا فقط بسبب مقاطعة الهيئة العليا للمفاوضات، أبرز فصيل معارض يمثل المعارضة السياسية والذي يمثل المعارضة السياسية في جنيف أيضا، لكن ولد ميتا بسبب الورقة التي قدمت من الدول الخمس في مفاوضات فيينا، في فيينا 9، وهي الجلسة التي عقدت بديل عن جنيف 9 لأسباب لوجستية، عقدت في فيينا في النمسا. قدمت الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، المملكة العربية السعودية والأردن ورقة من مجموعة مطالب لديمستورا الكبير المفاوضين وممثل الأمين العام في المفاوضات، وهذه الورقة لاقت رفض شديد من قبل وفد النظام، لم يقبل وفد النظام بها رغم أن مطالبها جد متواضعة ومتدنية، لا تتحدث عن مغادرة بشار الأسد مباشرة، تتحدث عن تقليص صلاحيات الرئيس ومنحها لرئيس حكومة إلى آخره. هذا ما دفع الهيئة العليا للمفاوضات بعدم الذهاب، وأيضا السبب الأساسي حقيقة بفشل المؤتمر وعدم ذهاب الهيئة العليا للمفاوضات هو رفض الولايات المتحدة السماح لروسيا بالانفراد بحل سياسي على عاتقها بنفسها. روسيا نجحت في العمل العسكري في سوريا، استردت قسم كبير من الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة خلال السنوات الماضية، الآن تحاول روسيا صرف هذا النصر العسكري بحل سياسي منفرد من قبل روسيا، عملت الولايات المتحدة ونجحت بإفشاله عن بكرة أبيه منذ البداية. لأسأل السيدة إيفلين فاركاس في واشنطن، عما إذا كانت واشنطن فعلا أسهمت في إفشال مؤتمر سوتشي، إن كنت ترين فعلا أنه قد فشل. روسيا من جهتها ومن وجهة نظرها ترى أنه ناجح، لكن المعارضة السورية تراه مؤتمرا فاشلا منذ بدايته، ما الدور الأمريكي الذي يمكن أن تكون واشنطن أدته فعلا لإفشاله؟ أعتقد أن واشنطن بقيت بعيدة عما كان واضحا أنه سيكون فشلا منذ البداية. مراسلكم قال الروس قالوا هذه أول خطوة على طريق طويل، ولكنهم لم يخرجوا من السيارة والطريق طويل. كما قال الضيف الآخر، الناس الخطأ كانوا هناك. هذا النقاش يجب أن يتم داخل إطار الأمم المتحدة، بحيث أن كل الأطراف التي لها مصلحة في انتقال ديمقراطي سلمي في سوريا يكونون على الطاولة. الإجابة ليست سوتشي، لأن الروس بعيدون عن أن يكونوا محايدين، كما أنهم يصممون نتيجة تحبذها روسيا والحكومة السورية. في نفس الوقت، بينما هم يتفاوضون في سوتشي، الحكومة السورية بمساعدة روسية تقصف المدنيين في إدلب وفي الغوطة الشرقية. إذن الحرب وفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، والروس يتحادثون في سوتشي حيث يريدون إرغام السلام على كل الأطراف. نعم، إلى موسكو، وأرحب مجددا بالدكتور ليونيد سوكيانين الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، ستكون معنا في النصف الأول من هذه الحلقة. سيد سوكيانين أهلا بك. تقول موسكو أن المؤتمر نجح، مؤتمر سوتشي نجح في ماذا تحديدا في ظل غياب أكثر الأطراف المعارضة السورية، غيابها عن هذا المؤتمر؟ طبعا لا شك انه بعض الفصائل المعارضه غابت عن هذا المؤتمر، اضافه لبعض الحركات والمنظمات الكرديه، ولكن بشكل عام كان يشارك في هذا المؤتمر العدد الكبير من الممثلين لبعض المؤسسات السياسيه والاجتماعيه والشعبيه من داخل سوريا. ومثل هذا الاجتماع وجها للوجه للممثلية العديد من المنظمات السورية قد تم لأول مرة خلال السنوات الماضية العديدة. ومن هذه الناحية يمكن القول أنه هذا المؤتمر طبعا أمر إيجابي، لا أكون ناجح، وذلك لأنه من الضروري نحن نناقش وندرس النتائج
التفصيلية لهذا المؤتمر، ولكن اجتماع العديد من الممثلين للشعب السوري في مكان واحد في آن واحد، وإتاحتهم الفرصة للتبادل الآراء خلال الجلسات وخارج الجلسات بشكل رسمي أو بغير رسمي. نعم سيد السكنين، لكن ثمة من يرى أن هؤلاء يعني في معظمهم كان بإمكانهم أن يجتمعوا في سوريا ذاتها، لأن موقعهم في المعارضة يبدو وكأنه ليس بحجم، طبعا هو ليس بحجم المعارضة الأساسية التي تمثلها هيئة التفاوض، إنما البعض منهم حتى محسوب ربما على أنه أقرب إلى النظام من المعارضة عمليا أكثر من موضوع جمع هؤلاء معا. هل حققت روسيا أي تقدم سياسي في هذا المؤتمر، رغم هناك يعني خلافات حول اللجنة الدستورية وهل يكتب دستور جديد أم يعدل الدستور الحالي وما إلى ذلك؟ ما القيمة السياسية أبعد من موضوع جمع المؤتمرين فقط؟ النتيجة السياسية أول شيء يجب أن أقول أنه ليست فقط يجب أن نناقش هل هي حصلت روسيا على نتائج سياسية، ليست روسيا، العالم كله، المجتمع السوري والعملية السياسية والحل السلمي للأزمة في سوريا هل هو ناجح في ذلك؟ ليست روسيا. لماذا نحن كل يعني نقول حول روسيا؟ وهل اللاعبين الآخرين الدوليين هل هو نجحوا وتقدموا وحصلوا على شيء ما؟ هم غائبون، يعني واشنطن لم تحضر مؤتمر روسي. بداية الحوار بين مختلف الفصائل السياسية السورية، لكن واشنطن غابت، ها هو النتيجة الأساسية، إمكانية التبادل الآراء بين الممثلين بين أصحاب الوجهات النظر المختلفة في مكان واحد وفي آن واحد. طيب سيد محمد العبد الله، إذا يعني اجتماع لفصائل سورية لفئات سورية لا توافقون جميعا، ولكن بعضها طرح بعض المطالب المتعلقة بالتغيير والإصلاح الدستوري وما إلى ذلك. أولا لا، الفئات المعارضة معظمها قدمت، بين هلالين المعارضة قدمت من دمشق، علامات طائرات تصوروا خلالها يعني وحتى نشروا الفيديوهات. قسم كبير من هؤلاء لهم مواقف، مثل طاهر مالي الموسيقار والمخرج لهم مواقف على صفحته على فيسبوك يشجع القصف وقتل المدنيين في الغوطة، هذا الشخص لازم يتحاكم، ما لازم يروح على مفاوضات. المشكلة الأساسية أن روسيا جمعت كل هؤلاء لتقول أنها تهندس حل سياسي وتحاول أن تفرض حل سياسي. هذا مؤتمر روسيا وليس مؤتمر واشنطن، لذلك واشنطن غير معنية ولم تذهب ولم تشارك فيه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهذا الأهم، أن البيان الختامي الذي صدر عن سوتشي الذي تم تسريبه قبل أن يبدأ المؤتمر لا يتحدث عن شيء له علاقة بالتغيير، يتحدث عن وحدة الأراضي السورية، يتحدث عن انتخابات قادمة. حاولت روسيا إظهار الوضع على أن هناك خلاف مجتمعي بين فئات الشعب السوري وأن روسيا تحاول على حل هذا الخلاف المجتمعي. الخلاف في سوريا سياسي ليس مجتمعي، خلاف ليس بين سكان المدن والأرياف، وليس حتى عندما احتدت نسبة الطائفية ضمن الخلاف السوري لم يكن خلاف سوري أساسا خلاف طائفي. المشكلة الأساسية مع وجود هذا النظام الحاكم ومع وجود السلطة في سوريا التي لا تقبل أي إصلاح. حتى عندما نظرنا على الأجندة التي سربها وصورها عشرات المشاركين في سوتشي، هناك 6 ساعات فقط كجلسات عامة، جلستين عامتين قبل الغداء وبعد الغداء. إذا قسمت 6 ساعات على 1600 مشارك، كل شخص بيحكي 19 ثانية. هاي تبادل الآراء من وجهة النظر الروسية. يعني يمكن أن يمثل أحدهم مجموعة مثلا. ما ذهبت إليه روسيا. إلى موضوع اللجنة الدستورية مثلا، الحديث الآن عن موضوع أن هناك لجنة دستورية، يبدو أن وزير الخارجية الروسي لافروف يلمح لأنه من الممكن أن تضم أسماء من المعارضة التي قاطعت من هيئة التفاوض إلى لجنة مهمتها إعادة صياغة الدستور أو إعادة كتابة الدستور أو إعادة كتابته. يعني هنا الخلاف حول إعادة كتابة الدستور منذ البداية أم تعديل الدستور الحالي، وهل يمكن فعلا للمعارضة لهيئة التفاوض أن تشارك في هذه اللجنة؟ المشكلة الأساسية في سوريا ليست مشكلة الدستور. عندما طرحت سلة الدستور في فيينا قبل أيام فقط من سوتشي، فشل المؤتمر برمته، لأنه وفد النظام والحكومة السورية رفض أي تعديلات للدستور قد تسلب الرئيس من الصلاحيات الواسعة والغير محدودة الممنوحة له. إذا هناك فيتو حكومي سوري على تعديل الدستور وعلى المساس بصلاحيات وقدسيات رئيس الجمهورية كشخص أو كمنصب.
مصر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هذا يعود بنا إلى جنيف 5 و6 و7 عندما كان الحديث عن روسيا ستشارك في صياغة الدستور، مسودة الدستور للشعب السوري، وجون كيري كان سعيد ومسرور أن لافروف يشارك في صياغة الدستور للشعب السوري دون إشراك الشعب السوري. المشكلة في سوريا ليست الدستور، تحاول روسيا القول أن المشكلة في سوريا هي الدستور ومشكلة بين خلاف بين مكونات المجتمع السوري، وتعمل على حلها منفردة دون إشراك فئات المجتمع السوري المعنية ودون إشراك المجتمع الدولي. روسيا تحاول القرصنة على جنيف واختطاف مؤتمر جنيف واختطاف المفاوضات إلى مكان مثل سوتشي، وهو ما نجحت الولايات المتحدة بإفشاله. ولا أختلف مع الضيفة من واشنطن، الولايات المتحدة بقيت بعيدة عن المؤتمر لكنها دفعت بمطالبها أيام قليلة قبل سوتشي، وضغطت عليها الأعلى المفاوضات لعدم المشاركة رغم الضغوط الكبيرة على الهيئة العليا لتشارك، الضغوط التركية عليها لتشارك، فقط من نوع أن تركيا تدفع المقابل لروسيا مقابل عملية عفرين. فاصل الأول، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة والمزيد في شأن الأزمة السورية ومؤتمر سوتشي، تابعونا مشاهدينا بعد هذا الفاصل. تابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة، سيدة إفلين فاركاس في واشنطن، هل ترين أن هذا المؤتمر سيعطي انطباعات أن السياسة الروسية حيال الملف السوري ربما تعرضت لتراجع بحجم التمثيل فيه، بمقاطعة هيئة التفاوض، بعدم ذهاب واشنطن ولو كمراقبة، أيضا المعارضة الفرنسية، يعني هل الانطباع العام ترين أن روسيا خاسرة في هذا المؤتمر؟ أعتقد أن من الواضح أنه كانت هناك مراوحة في المكان، لم نرجع إلى الوراء ولم نتقدم إلى الأمام. يجب أن نفهم أنه لم يكن هناك أي فائدة من الذهاب إلى سوتشي والمشاركة في هذا المسرح. هناك شيء آخر مهم، أنت سألت العديد منا على ماذا حصلت روسيا. روسيا حصلت على شيء، ربما هذا تم للاستهلاك المحلي كما هو للحصول على الموافقة الدولية. الرئيس الروسي الآن كما تعرف سيخوض الانتخابات في 18 مارس، وأي شيء يفعله الآن موجه للإظهار للشعب الروسي أنه يجعل روسيا عظيمة، وأنه يضع روسيا على المسرح الدولي، وأن روسيا مسؤولة عالميا. إلى حد ما بالنسبة للحكومة الروسية كان هذا فوز، لأنها قامت بعمل مسرحية أمام شعبها، ولكن هذا لم يحرك أي شيء إلى الأمام من ناحية جلب السلام إلى سوريا وإنهاء الحرب الأهلية. لسوء الحظ هذا لا يزال يراوح في مكانه، لذلك أعتقد أن المؤتمر أعادنا إلى الوراء. كما قال أحد المساهمين في البرنامج، الحكومة الأمريكية لا تزال منخرطة وأعطت أفكار للسيد ديمستورا وآخرين. إذن نحن منخرطون إلى حد كبير في جهود جنيف، ونود بمعنى حكومتي أود منها أن تمارس المزيد من النفوذ وأن تكون أكثر نشاطا بصراحة على الأرض وأيضا على طاولة المفاوضات، ونأمل أن هذا سيحدث لاحقا. طبعا سأعود إليك لاحقا سيدة إيفلين للحديث أكثر عن الخطوات التي ترينها في مصلحة واشنطن للدخول أكثر في تأثير في الملف السوري، بعدما تحدث كثيرون في مرحلة ما عن أن واشنطن سلمت الملف السوري لموسكو. سنعود إلى هذه النقطة لاحقا، لكن لأذهب إلى دكتور ليونيد سوكيني مجددا في موسكو، لأسألك هنا عن الأبعاد الداخلية لهذا المؤتمر، لعقد المؤتمر وليس لمضمونه. طبعا البعض يربطه بأن الرئيس الروسي كما استمعت قبل قليل ربما يريد إظهار أن ثمة جهودا تبذل على المستوى الدولي لإحلال السلام، وبالتالي هذا يخدم صورته الداخلية قبيل الانتخابات الرئاسية. ما تعليقك على ذلك؟ طبعا لا شك أنه كل السلطة وكل القيادة السياسية في الدولة وروسيا
ليست هي طبعا استثناء من هذه القاعدة، تستفيد من الظروف الداخلية والخارجية لصالحها، وتحاول الاستفادة من كل الفرص المتاحة لها للتثبيت وتعزيز مواقفها. ولكن الآن الرئيس البوتين والمرشح في الانتخابات الرئاسة القادمة حسب رأيي لا يحتاج إلى أي المزيد من هذه الخطوات التي يمكن أن تدعمه في هذا الحملة الانتخابية. ليس له أي منافس حقيقي في الانتخابات. هل تم هذا المؤتمر أو لم يتم هذا المؤتمر لا يغير شيئا ما بالنسبة للظروف الداخلية لروسيا. لرئيس البوتين أوراق رابحة أخرى غير هذا المؤتمر، ولكن لا شك أن روسيا دولة تلعب دورا ملحوظا، دورا كبيرا جدا في كل ما يتعلق بالملف السوري والتغييرات التي تمت في الأراضي السورية. وأنا لا أوافق الذين يقولون أنه الأوضاع لم تتغير إطلاقا. خلال الأشهر الأخيرة بل سنوات تغيرت الأوضاع بشكل جذري. الآن هنالك يعني مناطق حفظ التوتر، الحرب الأهلية مستمرة ولكن ليست في نفس الحدود النطاق الذي كان هو عليها. نعم دكتور سكانين، هم يتحدثون عن أن لا شيء يعني تغير في مؤتمر سوتشي، بمعنى أن هنالك تعاون بين روسيا وتركيا وإيران على هذا الأساس، بمعنى أنه لم يؤثر عمليا الآن في مسار التسوية السياسية وليس في الأوضاع السورية في السنوات الأخيرة. هذه السنوات وهذه التغيرات التي حدثت حدثت بفعل تدخل روسي كبير، تدخل إيراني كبير. والبعض يقول أن روسيا الآن يطرح عليكم السؤال هنا، كيف توفقون بين هذا المسعى لطرح أنفسكم وسطاء سلميين وفي الوقت ذاته أنتم طرف أساسي في المعادلة العسكرية السورية الداخلية لمصلحة النظام؟ بصراحة الكول ليس عندي أي تعليق على مثل هذه الأسئلة. أنا بالنسبة لنا في روسيا نحن لا ننظر إلى هذا القضية من هذه الزاوية إطلاقا. المعادلة العسكرية، كيف المعادلة العسكرية في سوريا قد تغيرت تماما. المعارضة الآن ليس لديها أي إمكانيات العسكرية حقيقية في سوريا. نعم، لذلك أسألك أن روسيا هي من غير المعادلة، هذا ما طرحته عليك سيد سكيانين. كان نظام لواشكا سقوط. كيف؟ أن روسيا أن روسيا هي من غير المعادلة العسكرية، يعني هذا ما قلته لك فعلا، ما تقوله حضرتك أن هناك طبعا تغيرت المعادلة، ولكن ألا ترى أن روسيا هي من حول الأمور إلى هذه الجهة؟ فالمعارضة كيف يمكن لها أن تثق بروسيا التي أنقذت النظام من السقوط؟ روسيا لم تنقذ النظام من السقوط، أو يعني يمكن القول هي أنقذت النظام من السقوط. معنى ذلك أن المعارضة كانت تسعى نحو إسقاط النظام بدلا من كافة التصريحات التي تقول إنها لصالح الحل السلمي والسياسي وتشارك المفاوضات. إذا كانت هي تسعى حتى الآن إلى إسقاط النظام، فلماذا هذه الازدواجية السياسة من ناحية السعي نحو إسقاط النظام، ومن ناحية ثانية التأكيد على ضرورة الحل السلمي لذلك؟ روسيا لم ينقذ النظام، روسيا أنقذت احتمال الحل السلمي لهذا الأزمة. هذا هو النتيجة الأساسية. طيب لننقل هذه النقطة إلى محمد عبد الله هنا ناشط الحكومة السورية يعني سيد سكيني. نعم، أنقذت احتمال الحل السلمي، تحول هذا النزاع إلى الحل السلمي. نعم سيد محمد عبد الله، كيف ترى هذه النقطة؟ والبعض يطالبكم بأن تكونوا واقعيين، أن تروا الأمور على الأرض كما هي الآن، وبالتالي تقرروا. يعني أتحدث عن المعارضة وليس عنك، يعني حضرتك تطرح لنا الصورة الآن من وجهة نظر أقرب إلى المعارضة. روسيا تدخلت عسكريا لتغيير النظام، لحماية النظام لم تتدخل. المعارضة كانت تريد أن تسقط نظام، هي معلومة جديدة يعني أول مرة يسمعها ضيفي في روسيا للأسف.
روسيا يقول كيف للمعارضة الآن أن تقول أنها تسعى إلى حل سلمي وحل سياسي وفي الوقت ذاته تسعى إلى إسقاط النظام؟ روسيا دعمت النظام وحمت النظام، هي معلومة متفقين عليها. روسيا انتصرت عسكريا، استردت الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة وأعادتها للنظام. روسيا فاشلة في صرف نصرها العسكري سياسيا. محصلة العمل العسكري الروسي والمليارات التي أنفقها بوتين والاستعراضات العسكرية وبيع الأسلحة لسوريا والذهاب إلى قاعدة حميميم وإذلال بشار الأسد أمام شعبه في قاعدة عسكرية داخل سوريا، كل محصلته السياسية صفر. روسيا غير قادرة على اختراع حل سياسي دون الولايات المتحدة ودون المجتمع الدولي. هذا ما تفهمه المعارضة بشكل واضح، أن الحل السياسي يأتي برعاية الأمم المتحدة، يأتي في جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة، مؤتمر سوتشي ومؤتمر أستانا كازاخستان ومؤتمر، يستطيع الرئيس بوتين يعني أن يجلب المزيد من هذه المؤتمرات ويخترع المزيد من هذه المؤتمرات. حل سياسي دون توافق دولي غير ممكن. روسيا عاجزة حتى بعد أن أنفقت ملياراتها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لنذهب إلى الحل السياسي. روسيا لن تضع أموال إعادة الإعمار على الطاولة، لن تمول روسيا إعادة الإعمار. إعادة الإعمار منتظرة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كان واضح جدا وزير خارجية تيلرسون في كلمته أمام جامعة ستانفورد، سندعم إعادة الإعمار فقط في الجزء الذي نسيطر عليه، سنمنع حلفائنا من دعم إعادة الإعمار في الجزء تحت سيطرة النظام. أتت الولايات المتحدة عسكريا واحتلت ثلث سوريا بما فيها الأماكن الغنية بالغاز والنفط لتمنع حل سياسي سوري روسي منفرد، سوري روسي. كل هذه الأمور ليست على خارطة بوتين. هناك العنجهية العسكرية، أنه نحن انتصرنا عسكري، نعم انتصرتوا عسكريا على ميليشيات مبروك، لكن لا تستطيع اختراع حل سياسي بدون موافقة. حتى عندما حاولت روسيا الضغط على المبعوث الأممي ستيفان دي ماستورا اللي أخذوا للسوتشي لترأس المؤتمر، ذهب وزير خارجية أمريكي بنفسه ريكس تيلرسون إلى جنيف ليمنع ستيفان دي ماستورا من التورط بهذا الموضوع. دول المجتمع الدولي لن تقف متفرجة على روسيا لتقوم بحل منفرد سوري روسي، لا يغير حقيقة من المعادلة، لا يغير بنظام وطبيعة النظام، لا يقدم أي مطالب للشعب السوري، وإذا لم يقدم هذه الحلول فهو لن يسمح للاجئين بالعودة ولن يغير أي شيء. وهذا لن تدفع الدول الاتحاد الأوروبي ملايين دولارات ومليارات دولارات فقط لأن روسيا تريد حل سياسي يناسب روسيا والنظام السوري. دكتور ليونيد سوكيانين، دقيقة واحدة لك قبل أن ينقطع التواصل معك لو سمحت، تعليقا على مسألة أن روسيا لا تستطيع ترجمة نصرها العسكري مكاسب سياسية، ما تعليقك؟ أبدا. أول شيء، روسيا لا تستطيع أن تحل الأزمة السورية وحدها، ليس هنالك أي قوة سياسية قادرة على حل الأزمة السورية بوحدها. يجب أن نكون هنالك الجهود المشتركة داخل سوريا وخارج سوريا من السوريين ومن غير السوريين بمشاركة الأمم المتحدة والمجتمع الأوروبي. على فكرة هو لا يعمل شيئا ما خلال الأشهر بل سنوات، والولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي والإسلامي الذي كذلك لا يعمل شيئا ما إطلاقا بالنسبة لحل للأزمة في سوريا. على هذا الأساس يجب القول أنه ليس هنالك أي بديل إلا الحل السلمي، هذا هو الحقيقة المعترف بها من قبل الجميع على المستوى الرسمي. الحل السلمي برعاية الأمم المتحدة سيدي، ليس برعاية موسكو وليس برعاية طائرات بوتين. الحل السلمي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، الحل السلمي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليس برعاية الطائرات الروسية. طيب. سيد سوكيانين، لسه انتهى الوقت. نعم. معك. نعم. يوافقك على يقول لك نعم برعاية الأمم المتحدة، للأسف اضطرون لهذا الفاصل. شكرا جزيلا لك دكتور ليونيد سوكيانين من موسكو، الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد. بعد الفاصل ستنضم إلينا السيدة إلهام أحمد رئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية والحديث أكثر عن الأكراد أيضا ودورهم في أي تسوية سياسية مقبلة. تابعونا بعد هذا الفاصل. تابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة. سيدة إيفلين فاركاس في واشنطن، المساعدة السابقة لنائب وزير الدفاع الأمريكي، كيف في تقديرك يمكن لواشنطن أن تستثمر أكثر في الموضوع السوري، في الملف السوري، إذا كانت فعلا كما قلت قبل قليل أسهمت في إفشال المساعي الروسية لإبدال سوتشي، إبدال مسار جنيف بمسار سوتشي، كيف يمكن لها أن تترجم أكثر توجهها حيال الملف السوري، لا سيما بعدما أعلن وزير الخارجية تيلرسون خطة لسوريا؟
أولا أود أن أدلي بملاحظة، إلى حد ما هذا ليس عذرا لحكومتي وعدم تقديمها سياسة قوية تجاه سوريا، ولكننا نواجه نوع من الأزمة الداخلية الآن نتيجة للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية، وكيف يؤثر هذا على الموقف هنا والتحقيقات الجارية والمعارك السياسية التي نجمت عن ذلك. إلى حد ما هذا ليس بعذر كامل، ولكن انتباهنا مشتت. وسمعت أنت بالفعل أن الوزير تيلرسون منخرط في الموقف المتعلق بسوريا، وعسكرياً لدينا حوالي 5000 عنصر في سوريا اليوم وهم يقاتلون، ولكن هذا لا يكفي. أعتقد أن علينا أن نعمل المزيد للوصول إلى المزيد من وقف لإطلاق النار بناء على الاعتبارات الإنسانية وتوفير المساعدات للمجتمعات المحلية التي تعاني، لأن الحكومة السورية والروسية والإيرانية كلهم يقطعون هؤلاء المدنيين عن العالم الخارجي. الناس يتضورون جوعا ويقصفون كما رأينا في وقت سابق في حلب. على المدى القصير يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ومساعدات إنسانية قصيرة الأمد، ولكن أعتقد أن ما قاله الوزير تيلرسون فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية طويلة الأمد لسوريا وللمنطقة كان حكيما جدا، لأنه هنا أمريكا لديها بعض النفوذ، روسيا وإيران غير مستعدتان أو قادرتان على تقديم المساعدات الإعمارية اللازمة لإعادة سوريا على قدميها اقتصاديا وإلى حد ما سياسيا، لأن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض. إذن هذا مجال فيه الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء في أوروبا، الاتحاد الأوروبي، لدينا نفوذ، وعلينا أن نستخدم أكبر نفوذ ممكن لجعل الروس يقدمون على حلول توافقية، وكذلك النظام السوري وإيران. ملاحظة أخيرة بالنسبة لإيران، لأننا أمضينا وقتا طويلا نتحدث فيه عن روسيا وإلى حد ما تحدثنا عن النظام السوري، ولكن الحكومة الإيرانية حاليا مشتت انتباهها من الاعتبارات الداخلية، والاعتبارات الداخلية مرتبطة بما يحدث في سوريا، لأن الموقف الاقتصادي للشعب الإيراني ليس بجيد كما ينبغي. خرجوا إلى الشوارع وتظاهروا نتيجة للشكاوى الاقتصادية. جزء من الشكاوي تعود إلى لماذا ننفق أموالا في سوريا ونقوم بمغامرات بينما يجب أن نستخدم أموالنا في إيران لبناء بلادنا وجعل اقتصادنا أكثر قوة. إذن الدينامية تتطور قليلا على الأرض وبطريقة فيها الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم المزيد من النفوذ على طاولة المفاوضات، على الرغم وكما أشار العديد من الضيوف الفظائع الروسية والسورية تحدث والمكاسب العسكرية واضحة، ولكن هذه المكاسب العسكرية لن تترجم إلى حلول روسية وخاصة بالنظام السوري. نشير إلى أننا لا نزال في انتظار أن تنضم إلينا السيدة إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أيضا بالحديث الذي ذكرته السيدة فركاس عن الجانب الإنساني في هذه الأزمة. نشير إلى التصريحات لمسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، صرحت اليوم أن أكثر من 270 ألف سوري فروا من المعارك في محافظتي إدلب وحماة شمال غرب سوريا بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة منذ منتصف كانون الأول ديسمبر 2017. إذن 270 ألف نازح سوري. سيد محمد العبد الله، قبل أن نتحدث عن موضوع الأكراد وأيضا معركة عفرين، موضوع الخطة الأمريكية، السياسة الأمريكية، تحدثت قبل قليل عن أن واشنطن هي من أسهم بشكل كبير في إفشال مؤتمر سوتشي. هل ترى أن هذه الخطوة جاءت ضمن استراتيجية أمريكية تبلورت أخيرا في شأن الأزمة السورية؟ الاستراتيجية الأمريكية التي تبلورت أخيرا في شأن الأزمة السورية هي أننا موجودون في سوريا، لدينا مصالح استراتيجية، عددها وزير الخارجية تيلرسون، وتحدث أننا موجودون عسكريا على الأرض للدفاع عن مصالحنا، رغم أنه التواجد العسكري الأمريكي على الأرض يخالف القانون الدولي، هو بموجب اتفاقية أو ترخيص الكونغرس للرئيس باستخدام القوات المسلحة ضد الإرهاب، لكن داعش هزمت، هو في ستريتش أو مط كبير للإجازة للرئيس باستخدام القوات المسلحة.
لكن الولايات المتحدة تعلن لأول مرة عن سياسة في سوريا، ليس فقط بعد 2011 في الثورة السورية، لكن منذ الأمد لم يكن للولايات المتحدة سياسة عن سوريا بشكل مطلق. هناك سياسة إيران، سياسة لكوبا، لكوريا الشمالية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن مصالحها، وأهم هذه المصالح عدم السماح لروسيا بانفراد بحل سياسي سوري. هل تملك الولايات المتحدة حلها السياسي أو نسخة من الحل؟ ليس بالضرورة، الحل ليس جاهز الآن، لكن عدم السماح لأي من الفرقاء تحديدا روسيا وبشكل غير مباشر إضعاف إيران في سوريا عبر قطع الشريان الإيراني إلى بيروت في الأراضي السورية التي تسيطر عليها واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية هو هدف أساسي للولايات المتحدة. إفشال روسيا سياسيا أمر غير مكلف للولايات المتحدة، فقط بقاء وجود عسكري في سوريا، وبنفس الوقت دعم مسار جنيف. وعاد الوزير الخارجية تيلرسون الحديث عن إخراج عائلة الأسد من السلطة وعن بديل للحكم غير عائلة الأسد، عيد وضع هذا الموضوع. ولكن روسيا يمكن أن تقبل أيضا هذا الحل؟ يعني تقول أن واشنطن تفشل مساعي روسيا للتفرد بأي حل سياسي، لكن في الوقت ذاته هل أي حل آخر، هل هناك أي تصور أمريكي لحل سياسي آخر مع الإصرار على إخراج الأسد؟ روسيا لن تقبل ذلك، إيران لن تقبل ذلك. هناك المذكرة أو البيان بين الرئيسين بوتين وترامب الذي تحدث على انتخابات برعاية أمم متحدة يشارك فيها السوريون في الخارج، وتضمن الأمم المتحدة مشاركة اللاجئين والنازحين فيها. أعتقد أن الولايات المتحدة لا تملك خطتها أو نسختها من الحل تقدمه لروسيا، هي فقط ستعمل على موازنة الاقتراحات الروسية أو نسخة الحل الروسي. ستبقى الولايات المتحدة مصرة على دعم مسار جنيف، إنه المسار الوحيد، وهذا كان المذكرة التي طرحتها الدول الخمسة وسلمتها لدمستورة في فيينا الأسبوع الماضي. تحدثت عن أن قرار 2254 وبيان جنيف لا يزالان هما الأرضية الوحيدة للمفاوضات السياسية. نعم. أنتقل إلى القامشلي، وهناك عبر الهاتف السيدة إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية. يبدو أننا واجهنا صعوبات تقنية لمشاركتك عبر سكايب، أهلا بك. ثمة حراك كثير فيما يتعلق بالحلول السياسية المحتملة للأزمة السورية، مؤتمر سوتشي، موضوع أيضا كانت محادثات فيينا ضمن محادثات جنيف، أين الأكراد من ذلك كله؟ طبعا حتى الآن كل المؤتمرات التي عقدت بما يخص حل الأزمة السورية كان الكرد مقصيين دائما من هذه المحادثات والمفاوضات. هذه المرة بانعقاد مؤتمر سوتشي أيضا الأكراد لم يكونوا موجودين بحكم الاتفاقيات التي تعقد ما بين تركيا والدول الراعية لهذه المؤتمرات. فعندما كانت السعودية هي الراعية للمؤتمر، أيضا تركيا كانت صاحب الفيتو لإقصاء الكرد من المؤتمر، وفي هذا المؤتمر أيضا روسيا هي الراعية للمؤتمر، أيضا تحججوا بأن تركيا تمنع مشاركة الكرد في هكذا مؤتمر. هل لديكم أي شعور أن روسيا تتخلى عنكم؟ وفي الوقت ذاته أيضا هل تراهنون على استمرار الدعم الأمريكي لمواجهة هذا الإقصاء بالجانب السياسي؟ طبعا يعني الكرد هو مكون أساسي من النتيج الأصيل للمجتمع السوري، فحتى الآن أصبح للكرد ثقل على الأرض مع محاربتهم لداعش والأراضي والمساحات التي حرروها من سيطرة داعش، ونسبة لدورهم الأساسي في حل القضية السورية لوجود مشروع ديمقراطي وما يمتلكونه من حلول. لكن إقصاء الكرد من هذه المؤتمرات من قبل الدول الراعية، الدول النظام السوري والحليفة لمجموعات ما تسمي نفسها معارضة طبعا، هي خسارة كبيرة لهكذا مؤتمرات باعتبارها لا تأتي. لكن عمليا هل ترون أنه يمكن التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة السورية؟ تكونون عمليا خارجها؟ كيف ستتصرفون إزاء مثل هذا الاحتمال؟ لم أفهم السؤال. في حال كان هناك أي مسعى لإنجاز تسوية سياسية نهائية للأزمة السورية لا يكون لكم وجود فاعل فيها، كيف ستتصرفون؟ يعني طبعا باعتبار أن أسلوبنا في حل القضية السورية والأزمة السورية لم تتخذ الإطار المسلح لها
دائما كان لنا الأسلوب السياسي والحل السياسي والحوار السياسي هو الحل الأمثل في حل القضايا، سواء كان مع النظام أو كان مع المجموعات المعارضة. لكن بسبب تسليح الثورة وعسكرة الثورة من قبل النظام ومن قبل المجموعات الأخرى، حيث بقيت الحلول السياسية والحلول السلمية تحت ظل هذه الحلول العسكرية. فلدينا حلولا كثيرة بهذا المجال، وحاولنا دائما ونحن منفتحون على الحوار مع الطرفين في سبيل حل هذه القضايا، ولدينا رؤية واضحة فيما يخص الحل، ألا وهي أن تكون سوريا مركزية ديمقراطية، تكون لكل مكونات المجتمع السوري، إلى جانب طرح حلول أخرى بما يخص الحل. لكن لا النظام ولا المعارضة لا تمتلك أي رؤية فيما يخص مسألة الحل، إنما هو عبارة عن صراع على السلطة ما بين الطرفين، النظام يصارع على السلطة والمعارضة أيضا لها نفس الموقف، لذلك تتعمق الأزمة أكثر. سيدة إلهام أحمد، يبدو فقدنا التواصل معك، سنكون معك بعد الفاصل أيضا. نعم، سنعود إليك بعد الفاصل أيضا وإلى سائر الضيوف، ونتحدث أكثر أيضا عن عملية عفرين والمعارك الجارية وانعكاساتها على مسارات المحتملة للتسوية السورية. تابعونا مشاهدينا بعد هذا الفاصل الأخير. الجزء الأخير من ساعة حرة. سيد محمد عبد الله، مسألة معركة عفرين والتوتر الأمريكي التركي في شأنها، لأي مدى في تقديرك يؤثر في الاستراتيجية الأمريكية في سوريا؟ لا، يؤثر بشكل مباشر باعتبار الولايات المتحدة لديها حليف على الأرض في المعركة ضد داعش ومن الأكراد. تحاول الولايات المتحدة الإبقاء على نظام حكم جيد داخل المناطق، في الرقة، في دير الزور، في الطبقة، في المناطق المسيطر عليها أمريكيا كرديا. تدعو لمجالس محلية مشتركة بين العرب والأكراد، مثل هذا النزاع في عفرين والهجوم التركي بمساندة القوات الجيش الحر العربية أو القوة الفصائل العربية، يؤثر على النسيج المجتمعي أساسا. هذا سينعكس في أماكن أخرى مثل الرقة، الطبقة، دير الزور بشكل واضح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا تستطيع الولايات المتحدة تجاهل أن حليفها في شرق سوريا يتعرض لضربات وهجمات في غرب سوريا وتقف صامتة. يعني الأكراد لن يبقوا حلفاء الولايات المتحدة لمدة مفتوحة إذا لم تدافع الولايات المتحدة عنهم أو تساندهم على الأقل سياسيا ليس عسكريا ضد تركيا. ولا ننسى أساسا أن الأزمة الأخيرة في عفرين كان أساسا أمريكي، تصريح البنتاغون أنه بصدد تدريب 30,000 مقاتل لوضعهم كقوات حدود يدافعون أو يحمون الحدود بمساندة أمريكية. قبل ذلك كانت قوات الإدارة الذاتية أو الحزب الاتحاد الديمقراطي تسيطر على عفرين، وتركيا على علم بذلك ولم تهاجم تركيا عفرين. ما استفز تركيا أكثر كان تصريح البنتاغون الذي تراجع عن تصريح البنتاغون. هو استفزاز أم أنه حجة يعني وجدتها؟ هل هي حجة؟ طبعا تركيا منذ الأساس لديها التوجه إلى الإمساك بأراضي أكثر في سوريا بشكل واضح. تركيا تبحث عن ذريعة، وأتى البنتاغون وقدم هذه الذريعة بشكل واضح. لم يحاول البنتاغون ردع تركيا. المكالمة بين الرئيسين ترامب وأردوغان انتهت بشكل إيجابي بشكل سلبي. الرئيسين كذبا بعضهما عن محتوى المكالمة، كل طرف قال أنه أخبرت الطرف الآخر، ثم صدر نفي عن الطرفين. لم تكن إيجابية بطبيعة الحال. الواضح أن الولايات المتحدة غير متضررة سياسيا أو عسكريا مما يحصل. من ناحية تجر تركيا أكثر إلى أزمات داخل سوريا، وبالتالي تستطيع نزع انتزاع المزيد من التنازلات السياسية من تركيا في هذا الإطار. ومن ناحية أخرى تضغط على الأكراد لتخفيض سقف مطالبهم، باعتبار أن الولايات المتحدة قلقة من السقف المرتفع لمطالب الأكراد. كان هناك واضح الخلاف الكردي الأمريكي في أربيل في العراق، في الجانب العراقي الكردي. ظروف مختلفة، لكن حاولت الولايات المتحدة ثني الأكراد ومسعود برزاني عن الذهاب إلى الاستفتاء. ذهب بريت ماجوريك بنفسه وأخبره أنهم غير داعمون للاستفتاء، وذهب الأكراد للاستفتاء، وللأسف خسروا سياسيا ولم تدافع الولايات المتحدة عنهم عسكريا. الأمر يتكرر اليوم. الولايات المتحدة لا تريد سقف مطالب الأكراد في سوريا أن يكون مرتفع لموضوع الانفصال إلى آخره، لذلك لا تمانع سياسيا أن تشن تركيا هجمات محدودة
علائهم هنا وهناك، هذا تحليل الشخصي طبعا. نعم، وأسأل السيدة إيفلين فاركاس عن تحليلها أيضا للسياسة الأمريكية إزاء الأكراد في هذه المعركة، تحديدا معركة عفرين، بين مخاوف من أن واشنطن قد تتخلى عن الأكراد والهواجس التركية المستمرة حيال ما إذا كانت المجموعات الكردية يمكن أن تشكل فعلا تهديدا للأمن القومي التركي. هذه المعادلة الصعبة كيف تعالجها واشنطن برأيك؟ بصعوبة، الموقف صعب لأنه بالنسبة لواشنطن لقد اعتمدنا على الأرض عسكريا على حزب الاتحاد الديمقراطي والقوات الكردية في سوريا، وأيضا لدينا علاقات تفاهم مع الأكراد في شمال العراق، وهناك الكثير من الأمريكيين في مواقع قيادية الذين يتعاطفون مع المحنة الكردية، هناك 3 ملايين منهم، وهم بالطبع ليست لديهم دولتهم، وحكومتي تدعم الحكم الذاتي بمعنى البقاء داخل حدود الدولة، وهذا ما هو متوفر للأكراد في شمال العراق. وأنا غير متأكدة ما إذا كانت، أو أنا متأكدة أن حكومتي ستدعم مثل هذه الترتيبات في شمال سوريا، حيث يمكن للأكراد أن يتمتعوا بنوع من الحماية الذاتية والقدرة على ممارسة حقوقهم الثقافية على وجه الخصوص. نعم، دعيني أقاطعك هنا سيدة إيفلين فاركاس لو سمحتي، للسؤال عما هل تتوقعين في حال اتجهت واشنطن فعلا إلى دعم كيان كردي لحكم ذاتي في سوريا على غرار إقليم كردستان العراق، أن تركيا ربما إذا دعمت واشنطن هذا الخيار فأن تركيا ستطالب بضمانات ألا يشكل تهديدا لها وأن يكون صديقا على غرار إقليم كردستان العراق؟ هل واشنطن يمكن أن تقدم لتركيا لأنقرة ضمانات أن أي كيان كردي له حكم ذاتي في سوريا سيكون صديقا لتركيا على غرار إقليم كردستان العراق؟ لا أعرف بالضبط ما هي سياسة حكومتي فيما يتعلق بالأكراد في سوريا، وبالتالي يجب أن أتوخى الحذر فيما أقوله، ولكن أخمن أنهم منفتحون على أي نوع من النقاشات التي يجب أن تحدث للنظر في هذا الموضوع ضمن إطار مفاوضات جنيف. من الواضح أن الأكراد لديهم مطالبهم، نحن نعرف هذا، وأنا متأكد أن حكومتي تستمع إليهم، فقط كما ذكرت لأنهم كانوا شركاء متساوين على الأرض في سوريا. الحكومة التركية متوترة ولا تفهم هذه الحاجة للحقوق الثقافية من جانب الأكراد، فهم ينظرون إلى الأكراد على أنهم تهديد للدولة التركية. أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تجسر الهوة بين الطرفين ضمن عملية سياسية أكبر، الولايات المتحدة يمكن أن تكون الضامنة فيها، الضامنة للاستقرار، ويمكن أن تطمئن تركيا. حاليا لسوء الحظ لا يبدو أننا وصلنا إلى هذه النقطة. نعم، أعود إلى السيدة إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، وأعتقد أنها معنا أيضا صوتا وصورة الآن عبر سكايب. ما مشروعكم عمليا في ظل هذه الضغوط العسكرية التي تتعرضون لها من تركيا؟ هل ستسعون إلى دعم أمريكي لإقامة كيان لحكم ذاتي لنموذج على غرار إقليم كردستان العراق؟ المشروع الذي نسعى لتحقيقه هنا، أولا وحدة الأراضي السورية هي أساس بالنسبة لنا، إلى جانب حماية حقوق كافة المكونات في المجتمع السوري وضمان حقوق الشعب الكردي ضمن هذا الكل بشكل جزئي. فالقضية الكردية دائما كانت من أهم القضايا التي عانى منها الشعب الكردي، كما أن كانت معضلة أساسية وخلقت أزمة عميقة في سوريا. لذلك حل هذه القضية يعتبر من الأساسيات لتخلص النظام السوري من الأزمة الموجودة. فنحن أبدا لم نفكر بكيان كردي مستقل عن الدولة السورية، إنما كان دائما هدفنا الأساسي هو تحقيق حقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى داخل المجتمع السوري
ضمن نظام لا مركزي حاليا نقول نسميه بسوريا الاتحادية، لكن ممكن أن نعطيه مسميات أخرى بحيث يضمن حقوق المكونات الموجودة في سوريا. لكن بعض يطرح عليكم تساؤل سيدة إلهام أحمد، عن ما إذا كنتم قد قدمتم حتى الآن نموذجا مشجعا فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية وضمان حقوق الإنسان في المناطق التي حكمتموها عمليا في الآونة الأخيرة. لدينا نظام الإدارة الذاتية في المقاطعات، في عدة مقاطعات في الشمال السوري. لهذه المقاطعات عقد اجتماعي يضمن حقوق كافة المكونات في هذه المنطقة، وهي تعتبر إدارة تشاركية ما بين المكونات، وتكونت هذه أو تشكلت هذه الإدارة بمشاركة وإرادة كل المكونات الموجودة. توجد ضوابط وقوانين نحن وضعناها هنا في المنطقة اعتمادا على بعض القوانين السورية وبعض القوانين من دساتير الدول العالمية الديمقراطية. وحاولنا أن نشكل في هذه المنطقة كيانا قد يكون بداية للتوجه نحو سوريا ديمقراطية بالكامل وليس الانفصال عنها. لكن أردنا أن نقدم نموذجا في المرحلة الحالية. سيد محمد العبد الله، أريد تعليقا سريعا، برأيك التسوية النهائية لسوريا ستضمن للأكراد مكانة أفضل لهم بعد تغييب لعقود؟ ما يضمن للأكراد مكانة أفضل لهم هو عقد اجتماعي حقيقي غير الذي تحدثت عنه السيد إلهام أحمد. العقد الاجتماعي الذي تحدثت عنه للأسف غير موجود على الأرض. قوات سوريا أو الاتحاد الديمقراطي لا تعتقل فقط أبناء الأقليات أو ممن يختلفون سياسيا، تعتقل الأكراد ممن يختلفون سياسيا، أعضاء المجلس الوطني الكردي الذين يأتون إلى شمال سوريا تم اعتقالهم، التجنيد الإجباري للقاصرين، يعني في مشاكل كبيرة جدا. وهذه النقطة الأساسية التي تثني الولايات المتحدة عن دعم مثل هذا النظام السياسي، أنه نظام لا يحترم حقوق الإنسان حقيقة. كلمات وتصريحات وعبارات وأكثر ما بدك، لكن على الأرض هذا الكلام غير صحيح. لذلك ضمانة الأكراد الحقيقية هي التعامل مع أبناء المنطقة. هناك 14 قرية وبلدة عربية لا تزال بالقوة تحت حكم قوات الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، منبج تل رفعت إلى آخره. هذه كانت ستكون نصف دقيقة لتعلق السيدة إلهام حول هذه النقطة. سيدة إلهام تفضل، نصف دقيقة لك. أدعو الزميل لزيارة المنطقة ليرى الحياة الموجودة هنا والقوانين التي تطبق هنا. نحن والكرد وبالمجلس الكردي شكلنا معا، وقعنا معا على تشكيل هذه الإدارة، لكن نسبة لأن هذه الأحزاب لم تكن لها قرار مستقل عن قوى خارجية، لذلك هم لم يشاركوا فيها، لكن المكونات الأخرى مشاركة فيها وهي سيدتي. أنت تطلب كفيل من ابن المدينة ومن ابن البلدة، تطلب كفيل من أصحاب الأرض مشان تخلوه مقيم ببيته. أنا متعاطف جدا مع القضية الكردية ونصير للقضية الكردية، ودافعت عن الأكراد لما كانوا أعضاء الأحزاب الكردية عملاء مخابرات للنظام السوري. لا ما صحيح، ما صحيح، ما صحيح. للأسف للأسف ليس نظام حكم جيد. عبد الله شكرا سيدة إلهام أحمد، من الخارج تفضل. شكرا سيدة إيفلين فاركاس، شكرا مشاهدينا، إلى اللقاء.